السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه وطني وطني كتبت بحبه ميثاقي ورسمت فوق جبينه أشواقي وحفظت عن جدي مقولة حافظ كم ذا يكابد عاشق ويلاقي لما كبرت كتبت شعرا مثله فوجدت مصر كثيرة العشاق وطني وتبر العالمين ترابه ونذود عن عينيه بالاحداق. سعادة الاستاذ الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه. سعادة اللواء سعيد النجار مساعد وزير الداخليه للخدمات الطبيه. سعادة الاستاذ الدكتور هشام ستيت نائب رئيس هيئه الشراء الموحد. سعادة الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء. سعادة الأستاذ الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية. الأستاذ الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، نائباً عن الأستاذ الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء. الأستاذ الدكتور عبد المعطي حسين، نائب رئيس جمعية الجراحين المصرية. السادة رؤساء وممثل الجمعيات العلمية المصرية الحضور الكريم من القيادات المتميزة والفاعلين والمؤثرين بالقطاع الصحي بجمهورية مصر العربية أهلا بكم إن التاريخ المصري الحديث لا يتابعنا اليوم عن كثب وسوف يتوقف طويلا أمام التجربة العظيمة والتي يقودها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخوضها مصر جميعها خلف هذا القائد العظيم بهدف استعاده دورها ومكانتها اقليميا ودوليا في الجمهوريه الجديده بقيادتها الحكيمه والمدركه لقيمه الانجاز المقدره لطبائع النهوض ومقومات التطور يأتي بناء الإنسان المصري والاستثمار الواعي في هذا البناء ليمثل الجزء الأهم في معركة إعادة البناء. وفي ذات السياق فإن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتعي تماما دورها والذي أوكل إليها وفقا للقانون 2 لسنة 2018 دورها في توكيد الثقة في مخرجات في جوده مخرجات الخدمات الصحيه بجمهوريه مصر العربيه على كافه المستويات المحليه والاقليميه والدوليه وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته وهو الدور الذي يتسق تماما مع الهدف الذي وضعته الهيئه امام عينيها وهو الوصول الى صفر أخطاء طبية. قد يبدو حلما صعبا، لكنه أبدا ليس مستحيلا، ويستحق أن نبذل في سبيله الغالي والنفيس. ولما كانت الجلطات الوريدية وما ينتج عنها من مضاعفات هي أكبر مسبب للوفاة، ويمكن يمكن منعه داخل المنشآت الصحية، وبتكلفة تقل كثيرا حتى أنها لا تقارن بتكلفه علاج تلك الجلطات ومضاعفاتها عند حدوثها وبالتالي فان قيمه الحد من الجلطات الوريديه لا تكمن فقط في انقاذ حياه مئات الالاف من المرضى ولكنها تتعدى ذلك الى التاثير ايجابيا وبشكل مباشر في جوده تلك الحياه بعيدا عن مضاعفات تلك الجلطات الحضور الكريم كنا قد اجتمعنا في آخر شهر يوليو الماضي لتوقيع بروتوكول التعاون الثلاثي بين كل من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجمعية الجراحين المصرية وشركة سانوفي إيجبت وذلك لإطلاق مبادرة لا للجلطات الوريدية تدفق يساوي حياة والتي تستهدف الحد من خطر التعرض للجلطات الوريدية القاتلة وذلك عن طريق خلق وإطلاق وتطبيق وقياس الإجراءات والآليات الفعالة للوقاية من تلك الجلطات وها نحن نأتي اليوم لأقف هنا الآن يملأني الفخر والسعادة بعدما يقرب من ثمانية أشهر من العمل المتواصل الدؤوب مع الشركاء والخبراء لنعلن عن اكتمال كافة مكونات المبادرة العلمية والبشريه والتقنيه وهنا اتشرف بدعوه الاستاذ الدكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه للكلمه الافتتاحيه والاعلان عن بدء تفعيل مبادره لا للجلطات الوريديه تدفق يساوي حياه.